السلام عليكم. قلنا ان احنا هنشرح اول حاجة هنشرحها في الرموز والاشكال والعلامات والاشارات اللي بنعملها بايدينا. هو اكتر رمز مشهور ومعروف وموجود في حياتنا، موجود على اعلام دول، ممكن يكون بيعبر عن حاجات كتير جدا في الحياة. واصلين لمرحلة ان احنا بنجيبه على اساس ان هو بيعبر عن الاسلام والزينة بتاعت رمضان، وبنشتريه وبنحطه في بيوتنا. الرمز ده اللي هو النجمة الخماسية. الناس اللي مارست سحر فعلا لما شرحوا النجمة الخماسية قالوا انه شكل ليه خمس اطراف كده بيعبر عن ان هم العناصر الأربعة للحياة على الأرض بالنسبة لفكرهم، هم الأرض، التراب يعني، والنار والمية والهواء، فكل دي حاجات من الطبيعة. النجمة الخماسية بتعبر عن إنه الأربعة دول في حاجة زادت عليهم بقوا خمسة. الحاجة دي بيتقال عليها بالإنجليزي spirit. خلي بالك إنه spirit معناها دايما بيجي إن هي روح شريرة مش روح كويسة. في الانجليزي اصلا في فرق ما بين روحك انت اللي هي اسمها سول وسبيريت كروح برضو. روحك انت كبني ادم ما يتقالش عليها سبيريت، يتقال عليها سول. الروح دي اللي هما بيقولوا عليها سبيريت، وممكن يقول عليها الهولي سبيريت كمان، اللي هي تعتبر هيمنة الشيطان نفسه على العناصر دي، او هيمنة الشياطين على العناصر دي. كل عنصر من العناصر دي ليه رمز. رمز ممكن يبقى مثلث وشه لتحت او لفوق، باصص لتحت او باصص لفوق. الرمز بتاع السبيريت بالنسبه للسحرة هو الدايره، فهو كمان حط النجمه جوه الدايره كتاكيد اكتر انه كده في هيمنه فعلا من السبيريت دي او الروح دي على العناصر دي. العناصر دي اللي هي بالنسبة له المكونة للحياة اللي انت ما تقدرش تستغنى عنها بمعنى صح. لو انت اصلا دورت بشكل بسيط خالص، فتحت كده جوجل وكتبت كلمة النجمة الخماسية، كفيل اللي انت هتقراه اصلا على جوجل يفهمك ان هي حاجة سيئة جدا، ولا هي ليها علاقة بالاسلام، ولا ليها علاقة بزينة، ولا ليها علاقة باي مناسبات، ولا ينفع ان انت تحطها، تجيبها بوستر تحطها على عربيتك، هتجيبها في البيت، هتبقى على ملابسك، ما ينفعش خالص. واحد من السحرة دول بيقول ايه؟ بيقول انه الكلام ده يمكن كان في القرن 19، واحد اسمه إليفاس ليفي قال انه النجمة الخماسية وهي محطوطة جوا دايرة دي بتعبر عن هيمنة العقل على العناصر، وبالعلامة دي احنا بنربط ما بين شياطين الهوى وأرواح النار وأشباح الماء وأشباح الأرض بهذه الروح. هو كده ممكن يكون أصلا بيتكلم على أنواع الجن اللي موجودة في الأرض، اللي عايشين في الهواء، اللي عايشين في المية، اللي هم أصلا من النار، أو اللي عايشين في الأرض. ده معنى بالنسبة لهم. ده واحد كان ساحر بيقول إن معنى النجمة الخماسية كده. افتكر دايما انه في الافلام الاجنبي اللي فيها سحر، فيها شعوذه، فيها افلام رعب مثلا، او فيها حد بيحضر ارواح، لازم ممكن يرسم دايره خماسيه ويحط شمع ويحط حاجات ويقول طقوس. فده اساس النجمه الخماسيه، هي اساسها كده. غير ده بقى هتلاقي كمان على جوجل برضو ان النجمه دي هي شعار لديانه حديثه اسمها الويكا. انت متخيل؟ هي شعار ديانة وثنية بتعبد السحر اسمها الويكا، وانت عادي جايبها بوستر وحطيتها على العربية عادي، مفيش مشكلة، زينة شياكة. في ديانة اسمها ديانة مثلا البهائية، الرمز بتاعها النجمة الخماسية برضو، واحنا مش فاهمين احنا بنستخدمها ليه، مش معنى كل الناس دي بتستخدمها ازاي. يبقى هي اكيد طالما منتشرة قوي كده لدرجة ان في
ديانات احنا ما بنسمعش عنها اصلا، ماشي، يقال عليها ان هي ديانات بتحاول ان هي ترجع اصول الوثنيه وعباده الشيطان اللي كانت موجوده من ايام بابل برضو. ورغم ذلك برضو احنا بنستخدم الرمز ده او بنسمح نفسنا ان احنا يبقى موجود على ملابسنا او في بيوتنا او ايا كان بنستخدمه ازاي، فده مش صح، ده مش كويس. النجمه الخماسيه اسمها في اللغه اليونانيه، موضوع قديم بقى خالص، انه ليه اتقال عليها مثلا بنتاجرام. بنتاجرام يعني بنتا اللي هو رقم 5 باليوناني، وجرام يعني خط، ماشي. انما في لما تحط بقى جوه دايره بقى اسمها حاجه تانية، بقى اسمها بنتاكل اللي هو مثلا ايه، مخمس، خماسي. فتلاقي الناس الصحراء والناس دي لابسينها ان هي حاجه في سلسله، حاجه تعويذه بالنسبه له. في حادثه في اواخر التسعينات في امريكا، انا بحكي لك بقى الكلام ده في امريكا، ماشي. في اواخر التسعينات كان ممنوع، الادارات العامه في المدارس هناك منعت الطلاب ان هي تستخدم رمز النجمه الخماسيه سواء على ملابس او على شنط او على اي حاجه، ما ينفعش، ولا في مجوهرات ولا في زينه ولا في اي حاجه. فكان في عائلات من الناس اللي بتمارس ديانه الويكا دي، ديانه السحر، هو بيمارس يعني هو بيعمل سحر ومعتقد ان دي كده بالنسبه له ديانه. رفعوا قضيه على الحكومه الامريكيه وقالوا ان هم ليهم ابناء ماتوا في الحرب، هم حاطين عايزين يحطوا على شواهد القبور بتاعت ابنائهم رمز النجمة الخماسية، وفي وقتها ده كان ممنوع. اللي حصل ان هم كسبوا القضية. بعد كده في 2007 بقى في قانون رسمي في امريكا يسمح باستخدام النجمة الخماسية على اساس ان هي شعار للدين معين، وان في حرية اديان، بل وخدوا تعويض كمان 225,000 دولار. فده كان حاصل في امريكا، بقول لك يعني الموضوع بقى مسموح بيه في 2007، انت متخيل؟ كان ممنوع على الطلاب في المدارس ان هم يلبس لبس او شنطته او اي حاجه محطوط فيها نجمه خماسيه. الكف اللي هو 5 وخميسه مثلا، تخيل ان الكف ده موجود في ثقافات كتير، تخيل ان الكف ده الشخص البسيط اللي بيجي من البلد يروح يزور الحسين ممكن يروح يشتري الكف ده، والناس تقول عليه كف مريم والناس تقول عليه كف فاطمة، ماشي. ممكن يكون بيتباع برضو عند اليهود الكف ده. فكرة ان هم خمس حاجات، فكرة ان الكف خمس صوابع، 5 وخميسة او كف مريم او كف فاطمة، او يقول لك مثلا يا عم ده عينه وحشة، خمس في وشه. خمس في وشه ايه يعني؟ ايه خمس في وشه؟ ولكن هي مسألة ان هو في يعني موروث كده موجود في العقل الباطن عندنا كبشر من اجيال من الاف السنين، انه خمسة ده حاجة فيها حماية، واساسه كان من النجمة الخماسية. انت متخيل كمان ان خمسة اصلا في الارقام بتاعتنا اللي احنا بنكتبها دي هو عبارة عن دايرة. انا قلت لك ان هو رمز السبيريت او الروح اللي اتضافت على العناصر الاربعة، الرمز بتاعها هو الدايرة. خمسة ليه معنى ان هو ده الباور، الحاجة اللي تدي للأرواح الشريرة دي وللشياطين باور، ده معنى رقم خمسة. لو تاخد بالك انه ممكن تقرا او تسمع او تشوف فيلم او حاجة انه الرقم ستة هو الرقم اللي بيعبر عن الشيطان نفسه، او رقم ثلاث ستات مثلا، لكن في الاساس هو رقم ستة. فزي ما في نجمة خماسية في نجمة سداسية، اللي هي النهاردة لو وريتها لحد هيقول لك دي مش دي اللي على علم الدولة الفلانية مثلا، مش دي مثلا، دي مش دي يا عم النجمة بتاعت نجمة داوود، دي نجمة داوود ايه؟ انت مين قال لك اصلا سيدنا داوود كان ليه نجمة او ليه شعار او ليه رمز؟ وحتى تاني او تقرا في مكان تاني انه دي النجمة دي هي النجمة اللي كانت على الخاتم بتاع سيدنا سليمان. كل دي طبعا حاجات مش صح، مفيش حاجة اسمها سيدنا سليمان كان لابس خاتم عليه نجمة، ماشي، أو هي النجمة دي كانت بتدي قوة لحد.
الشرح بقى بالتفصيل في النجمة دي، النجمة السداسية غير النجمة الخماسية اللي هي يمكن تكون شعار على ده بلد زي دولة إسرائيل النهاردة، معناها إيه بالتفصيل، ده اللي هنشوفه الحلقة الجاية.